Good afternoon and أسعدتم مساءً وأرحب بكم أجمل الترحيب في هذه الجلسة الأخيرة للمنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2015. في هذه القمة خصصنا برنامجاً خاصاً لمعالجة التطرف العنيف، ونعرف أنه في هذه المنطقة وأيضاً في العالم ككل هناك تحد متنام يرتبط بالتطرف، وهو مترابط على عدة أصعدة، وهناك حاجة متزايدة للاستجابة المشتركة. لهذا نسمي هذه الجلسة مسؤولية مشتركة. نحن نعتقد بأن هذه مسؤولية على الحكومات وعلى المنظمات الدولية وأيضاً القطاع الخاص، الأعمال التجارية والمنظمات غير الحكومية على حد سواء. معنا متحدثين متميزين ليلهمونا وليقودوا الحوار بهذا الخصوص. معنا 6 متحدثين خلال ساعة واحدة، بالتالي يجب أن نكون أن نتعامل مع الوقت بنجاعة. هناك ممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال، وهناك ممثل عن المنطقة وأوروبا وأمريكا الشمالية. معي نائب الرئيس العراقي السيد إياد علاوي، أهلا وسهلا بك. كذلك السيد سليمان البخيت، وهو المؤسس والمدير الأول لهيرو فاكتور في الأردن، المدير المال الأول، ورئيسة جمهورية كوسوفو، والسيدة آتفة ياهياغا، وهي نائب رئيس شرطة كوسوفو في السابق. ومعنا أيضا نائب رئيس الوزراء العراقي السيد صالح محمد المطلق، ومعنا صديق للمنتدى ومن الأشخاص الذي ألهمنا بهذا العمل السيد محمد جعفر، وهو رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي الأول لشركة الألبان الكويتية الدنماركية في الكويت. وأخيراً وليس آخراً، نائبة وزير الخارجية للأمن المدني الديمقراطي وحقوق الإنسان السيدة سارة سيول. إذن هؤلاء هم المتحدثون. قبل أن أطلب منهم تقديم مداخلات مختصرة، أود أن أشاطركم بعض الانطباعات من البرنامج الخاص الذي عالج هذا الموضوع. لا أستطيع أن ألخص لكم كل الأمور التي تحدثنا عنها، لأنه كان هناك مقترحات ملموسة وأفكار هامة طرحت. كل ما أستطيع قوله أننا سنأخذ هذه المقترحات بشكل جدي وسنسعى لتطويرها وتنفيذها على الأرض ولتطوير نهج مشترك لمعالجة هذا الموضوع. لكن مع ذلك أود أن أشاطركم بملاحظتين. أولا، يجب أن ننظر إلى هذه المسألة على أنها ظاهرة عالمية. هي ليست ظاهرة تقتصر على هذه المنطقة، تؤثر على هذه المنطقة طبعا، لكن عملية التجنيد عالمية، والأعمال أيضا التي يقومون بها هؤلاء المتطرفون تؤثر على الصعيد العالمي. وسأحدثكم عن قصة شخصية حدثت معي. ففي حياتي المهنية سافرت إلى أماكن النزاع والحرب، وكان علي أن أتخذ احتياطات أمنية، لكن حين عدت إلى بلدي النرويج كنت أعتقد أنني أعود إلى مكان آمن وأستطيع أن أشعر بالراحة. ولكن تعرضنا لهجمة إرهابية شديدة في 22 من يوليو تموز 2011، وكنت أكون ضحية لها مرتين. أولا لأنه كان هناك هجوم على الحكومة وأنا كنت أعمل في الحكومة، ثم كان ابني على الجزيرة التي تعرضت لهجوم من قبل نفس المجرم، وكان ابني أحد الأشخاص الذي كان معرض للموت ولكنه تمكن من السباحة بعيدا عن الجزيرة، لكن أصدقائه تعرضوا طبعا كانوا ضحايا لهذا الهجوم. مجرم لم يكن في وضع سيء اقتصادي واجتماعي، وهو ولد في النرويج، ولكن كيف وصل إلى هذه المرحلة؟ وصل إليها بشكل مشابه للأشخاص الذين انضموا إلى داعش. وهذا للتأكيد على أنها ظاهرة عالمية، لا يجب أن نقلصها ونقول أنها ظاهرة محلية فقط. ثانيا،
سنستمع لنائب الرئيس العراقي عن صعوبة وحدة هذه المعركة الدائرة حاليا. هذه المعركة تحتاج إلى تدابير وخطوات حالية وفورية، والبعض يقول طبعا أن هناك بعد عسكري للاستجابة، لكن آمل أن نكون جميعا نفهم بأنه ما من حل واحد، نحتاج إلى حلول طويلة الأمد لهذه التحديات. إذا كان التحدي استراتيجي لا يمكن أن نحله على المدى القصير، يجب أن نكون صورة متكاملة لفرص اقتصادية، وظائف عادلة، تغير مجتمعي بالاتجاه الصحيح، تجنب الإقصاء والتهميش. هذه الأمور التي تحدثنا عنها في البرنامج الخاص خلال الأيام الثلاثة المنصرمة، والآن أدعو نائب الرئيس العراقي السيد إياد علاوي ليحدثنا عما يحدث الآن في العراق وما هو الوضع حاليا. التحدي الكبير للإرهاب والتطرف في العالم وفي العراق وفي منطقتنا خاصة له مدلولات وتأثيرات على المستوى العالمي بشكل واضح، سواء هذه التأثيرات مرتبطة بتطويع عناصر قتالية في البلدان الغربية وفي بلدان العالم الأخرى، أو سواء بالهجرة القسرية والنزوح الجماعي المليوني إلى شتات العالم، ونرى ما يحصل في المشاكل أثناء النزوح واللجوء والهجرة القسرية، في غرق الكثيرين في البحار بحثا عن أماكن آمنة لسكنهم. يضاف إلى هذا هناك التأثيرات العملية، منها العسكرية ومنها الاقتصادية ومنها إيقاف مشاريع وتدفق النفط إلى المستهلك من المنطقة كما يحصل الآن في العراق وحتى في سوريا الحقيقة. والحديث عن تأثيرات الإرهاب والتطرف الذي بدأ يأخذ منحا جذريا أكثر، يتجذر أكثر في أسلوبه وفي عمله وفي نشاطه، كثيرة هي الأسباب لحصرها بشكل مختصر، من الصعوبة أن نحصرها، لكن لها أسباب عديدة وأسباب مهمة، لكن علينا أن نبحث بكيفية الخروج من هذا المأزق. الخروج من هذا المأزق يكمن في تبني استراتيجيات واضحة، منها ما هو عسكري لمعالجة الأزمة الراهنة، والجهد العسكري هذا المطلوب للقضاء على المنظمات الإرهابية ممثلة بداعش يكمن في أولاً أن تكون هناك جهود استخبارية واضحة للتعرف على مكامن القوة والضعف لدى داعش، وثانياً يجب أن يكون هناك جهداً للعمليات الخاصة، وثالثاً جهداً جوياً يمنع ويضعف قدرات داعش على الحركة والتحرك، لكن هذا يجب أن يجري بالتنسيق مع القوى الأرضية ومع الجهد الاستخباري، وأخيرا هي القوى التي تمسك الأرض. هذا النصر العسكري أو تحقيق النصر العسكري لا يكفي لوحده، من دون أن يكون هناك نوع من التنسيق بين كل الدول المرتبطة بموقف ضد الإرهاب وضد التطرف. وحتى إذا صار هذا التنسيق سنجابه معضلة أخرى، والتي هي تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية، مما يستوجب أيضا عندما توضع هذه الاستراتيجيات أن توضع استراتيجية واضحة لموضوع تحقيق النصر السياسي والنصر الاقتصادي من خلال إيجاد أوضاع اقتصادية مسهلة وآمنة ومرفهة وصديقة للمجتمع وليس معادية للمجتمع كما نشاهد الآن، قطاعات وجيوش واسعة من الفقر وخاصة في قطاعات الشباب. النصر السياسي مقترن بالنصر العسكري ومن ثم مكملا للنصر العسكري والنصر السياسي، يجب أن نحافظ على إدامة الانتصار، وإدامة الانتصار تأتي من خلال وضع ضوابط كبيرة وكثيرة في المجتمعات، في مقدمتها المصالحة السياسية وفي مقدمتها عمليات الواضحة في طريق إيجاد
قنوات عمل وخاصة للشباب، في مقدمتها إعادة النظر بوسائل التربية والتعليم، في مقدمتها أيضا مسائل أخرى مرتبطة بإدامة الانتصار، بمنع الشباب من الانزلاق نحو التطرف أكثر، بتحقيق الإصلاحات السياسية في كثير من البلدان التي تحتاج إصلاحات سياسية وإصلاحات اقتصادية، وأن تكون هذه الإصلاحات ضامنة لوحدة وسلامة المجتمعات. الانتصار النهائي وإدامة الانتصار أيضا يكمن بعدم استمرار تدفق النازحين والهجرة وإيقاف الهجرة القسرية، وإيجاد الحلول لمسائل الهجرة وإعادة المهاجرين القسريين والنازحين إلى دورهم وأماكنهم، ليكونوا أيضا جزءا متحركا من المجتمع ومتفاعلا مع المجتمع، وصولا إلى تحقيق الوحدة المجتمعية، خوفا من أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه الآن واستمرار الهجرة وهذا التغيير الديموغرافي اللي بدأ يحصل مع النزوح ومع الهجرة القسرية، خوفا من أن يصبح تغييرات جغرافية في المنطقة تهدد كيان المنطقة بالكامل وتأتي بحروب لها بداية وليس لها نهاية. أكتفي بهذا القدر من الكلام لأسمح لزملائي الكلام أيضا، ونترك مجال للأسئلة والأجوبة لاحقا. شكرا. Thank you very much. Thank you very much. شكرا جزيلا لنائب الرئيس العراقي على هذه الملاحظات. سنعود لنناقش مسألة التعليم والإصلاح الاقتصادي والسياسي، والآن أنتقل إلى السيد سليمان البخيت، وكان معنا في البرنامج الخاص الجانبي الذي ناقشنا في هذا الموضوع. أنتم تعملون على مستوى المجتمعي، ما الذي يجذب الناس للانضمام إلى داعش أو المجموعات المشابهة؟ ما هي الأسباب الجذرية؟ كل شيء يبدأ بقصة، سأحدثكم بحكاية. حين عدت إلى الأردن لأقوم بعملي، كنت بمجموعات بؤرية مع الأطفال، وسألتهم سؤال بسيط: من هم أبطالكم؟ وصدمت من إجابتهم، سألوني: ماذا تعني بذلك؟ لا يوجد لدينا أبطال حقيقيين، نحن نسمع عن الزرقاوي وبن لادن. سألتهم: ماذا تسمعون عنهم؟ قالوا: نسمع أنهم يدافعون عنا. ضد من؟ ضد الحكومة والغرب، لأنهم يريدون قتلنا. هذه هي الرواية المتطرفة. بدأت بتطوير الرسومات، وبعد عدة أشهر لم يعودوا يتحدثون عن الزرقاوي، بدأوا يتحدثون عن القصص المصورة التي كنت أعطيهم إياها. إذن قدمنا لهم بديلاً على شكل الشخصيات في القصص المصورة، والمشكلة أن الإرهاب في الشرق الأوسط يبيعونه على أنه بطولات. الرواية المضادة يجب أن تكون أن لا تصبح الحكومة إرهابية بالنسبة للأطفال، يجب أن يكونوا أبطال، وهذا يتوافق مع الكثير من البيانات والأبحاث. الأبحاث تقول أن وجود المتطرفين وانضمام الشباب للمجموعات المتطرفة هو لأنهم يعطوهم هدف، هوية، وفكرة المغامرة، ويضعونها في رزمة رحلة البطولة. تعرضت لهجوم خارج مكتبي بسكين على وجهي، والنتيجة هو أن الفتيات أصبحنا معجبات بي كثيرا. وثانيا تذكرت ما قاله الرومي، قال أن الجروح هي التي تسمح للضوء بالدخول. أعتقد أنه نصف محق، لأن الجروح أيضا هي التي ينطلق منها النور. أيضا يجب أن يكون هناك بطولة مبنية على أساس الأمل والقدرة على الصمود والترابط مع الآخرين والتسامح، ويجب أن يكون هناك أبطال من الذكور والإناث، وهذه هي النقطة الهامة جدا. شكرا جزيلا لك يا سليمان. A lot of important. شكرا. دروس مهمة جدا نتلقاها هنا، ويؤيدكم فيها الحضور. المسألة تتعلق كذلك بضرورة إيجاد مغزى ومعنى في عالم معقد، وهذا ما نجده في العالم، أن الناس يبحثون عن حلول بسيطة لمسائل معقدة جدا. السيد جعفر،
أنت رجل أعمال هنا وأنت تتعاطف مع هذا الموضوع، ولقد قمت بدور مهم وتحثنا على أن نتصدى للوضع. ماذا لك أن تقول؟ أعتقد أن لدينا دور مهم يمكن أن نقوم به بتعزيز الرسالة التي تطلقها منظمات غير الحكومية بالتعامل بالمشاركة معها. وأعتقد أن الشراكة مع القطاع العام والخاص تشكل مفهوما جديدا في جزءنا من العالم، وعلينا أن نتأكد من أن السيرورة صحيحة وناجحة. نحن نفلح في تسويق الأعمال، ويمكننا أن نعيد تسمية هذه الدولة الإسلامية. لماذا نعتنق هذه العلامة؟ حان الأوان لأن نسميهم باسم لم يختاروه بل بما هم يمثلوه بالفعل، FIS. فها هي مسؤولية وسائل الإعلام بشكل عام، عليهم أن يقوموا بهذا الدور. وما يجب أن نضمنه هو أن سيطرتهم على وسائل الإعلام والتواصل يجب أن تنتهي في أبكر فرصة ممكنة، فإنهم يلحقون الضرر ليس فحسب بالغرب وبالأطفال في ديارهم، فإنهم أثروا على فهم العالم للإسلام داخل العالم الإسلامي. فلقد أعادوا تسمية الدين، والأجيال الصاعدة، الأطفالكم في دياركم الذين بلغوا 5 و6 و8 من عمرهم والذين يحملون هواتف خلوية معرضون على أساس يومي لهذا السم، وإن لم تتصدوا له فهذه المشكلة السائدة اليوم لم تكن بشيء مقارنة بالمشكلة التي سنشهدها بعد 10 سنوات. فنعود إلى موضوع الساعة، علينا أن نعلم ما هي كلفة عدم الإقدام على أي عمل. يجب أن نجد في مدارسنا وفي الجوامع ما هو عدد المتطرفين وما هو نطاق هذا التفكير، وإن لم يفعل شيئا هل أن المشكلة ستتضاعف من 10 أضعاف إلى 20 ضعفا غدا؟ فلا نجد الأرقام الخاصة بهذه المشكلة ولا نحل المشكلة على أساس إقليمي، فلنشخص هذه المشكلة على أساس كل دولة، لأن احتياجات الأردن تختلف عن احتياجات الكويت والعربية السعودية. فلنشخص هذه المشكلة ونجد نقف على أسبابها، فلنعالج هؤلاء الأشخاص. فإن تساءلتم كيف تمكنت آيسيس أو داعش من أن ترتقي إلى هذا الوضع، ما هي ميزانيتهم للتسويق وما هي ميزانيتنا للتسويق لتسويق أفكارنا؟ فلنبتكر، فلنأتي بأفكار جديدة لنغير الأسلوب والنهج. إن كنتم تسوقون للانضمام إلى هذه الفئة من المجرمين، فيجب أن نفهم ما هو الذي نبيعه لأطفالنا، ما هي الأفكار التي نسوق لها. إن تمكنت أوساط الأعمال أن تضافر جهود مع المنظمات غير الحكومية للجوء إلى هذه الأساليب التي يلجأ إليها في عالم التسويق للتعامل مع الناس من خلال جوجل وما إلى ذلك، لكي نرسل هذه الرسالة إلى الفعاليات، وهذا أعتقد أنه سيحقق إنجازا عظيما، وأمل أن عالم الأعمال يجد في ترسانة معرفته التقنية الأدوات اللازمة، فلنجد الأموال اللازمة لتمويل هذه المشاريع بطريقة ستحدث فرقا يمكن أن يقاس، إنجاز التعبير. هذا نداء موجه للقطاع الخاص، ونحن بالمنتدى الاقتصادي العالمي نؤيد هذه الفكرة ويجب أن نركز عليها. الرئيس أوباما ووزير الخارجية كاري وأنت ملتزمون بهذه المهمة، وكنت في قمة البيت الأبيض، هل لك أن تحدثينا عن خطة الإدارة الأمريكية؟
للمضي قدما في هذا المشروع. نعم، شكرا. الرئيس ووزير الخارجية بدأوا بإعادة تقييم نهجنا العالمي لمواجهة التطرف، وسأحدثكم عن بعض التحديات التي تنتظرنا، وسأحدثكم بإجازة عن الهندسة والعمليات والإجراءات التي نعمل عليها. الرئيس في والوزير الخارجية عندما كان معكم في دافوس بدأوا بالحديث عن حديث بدأ يتبلور في قمة البيت الأبيض. لقد استثمرنا الملايين من الدولارات والجهود والأشخاص لمكافحة الإرهاب، وهذا أمر حيوي ومهم، ولكن يبدو أننا افتقرنا إلى جانب مهم جدا، لأن المشكلة ما زالت تمتد، مما أدى إلى أن ننظر في هذه المسألة في الحكومة الأمريكية للتصدي إلى الأسباب الجذرية، ولكي نركز على الدوافع التي لم تدخل في صلب المجهود العالمي لمكافحة الإرهاب والتطرف. وبالتالي في القمة ركزنا على مجتمع شامل يضم عالم الأعمال والمجتمع المدني لاعتماد نهج استباقي للنظر إلى مواضيع متعلقة بالفرص الاجتماعية والاقتصادية والشمل السياسي والعلاقة بين الحكومات والمجتمعات المحلية ومساعدة المجتمعات المحلية نفسها لكي تتمكن من التصدي إلى الأفكار المغلوطة التي تنشرها هذه المنظمات التطرفية. وبالتالي قمة البيت الأبيض فسعت مجالا لحوار عالمي عن الإرهاب، مما سامح لنا بأن نوسع نطاق الاستجابة بتوجهات عديدة. وهنالك تحديات محددة تم التركيز عليها رغم تحمسنا لقناعتنا بأن علينا أن نستبق الأمور وأن نفكر بالتحديات القادمة، وهذا كان يتعلق بحاجة إلى أن نحسن فهم كل المتغيرات التي تؤدي بالناس إلى اعتناق التطرف على أساس الحشد الفردي وكذلك على أساس التواصل مع المجتمعات. فيجب أن نفصل بين العقيدة التي تجتذب العناصر والعوامل المختلفة التي ستكون فريدة من نوعها، وهذا سيتوقف على الظروف السائدة محليا، المدينة، المجتمع داخل المدينة. ويجب أن نفهم أينما توجد العوامل الأساسية، لأننا نفتقر للموارد والوقت اللازم لكي يتحسن الوضع ويصبح مثاليا في كل دولة، فعلينا أن نقف على الأسباب في كل مجتمع وأن نتصدى لها. وبالتالي التركيز على ضرورة تشخيص الدوافع الأساسية، وبعد ذلك أن نضافر جهود لكي نتصدى إلى كل هذه الدوافع في هذا المجتمع المحدد بشكل موحد. هذا يتطلب الكثير ويتطلب تكامل العمل من قبل المنظمات المجتمع المدني التي تعمل مع هذه المجتمعات المحلية، مع القطاع الخاص الذي يفهم ذلك والذي يمكن أن يدفع ذلك إلى الأمام بمعية الحكومات المسؤولة عن أمان هذه المجتمعات. وبالتالي هذه تحديات هائلة، ولكن ما يبعث على التحمس هو أن التحاور العالمي بدأ يتغير، وبعد قمة البحر الأبيض البيت الأبيض هنالك الكثير من القمم. جئت من قمة ألبانيا الإقليمية، وستتكاثر هذه القمم وستجدونها على cvcesummit.org على الموقع الشبكي، ستجدون ما هو مخطط له بما في ذلك الأنشطة التي التزم الحكومات القيام بها، ومنها خطة للعمل الوطني التي يجب الإقدام عليها بشكل جماعي، لأن هذا التعهد هو جماعي بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وخطة العمل الوطنية ونتائج القمم ستعالج من جديد في أنغا وفي أو جمعية العمل الأمم المتحدة. وإذا المنتدى الاقتصادي هو الذي يحاول أن يدفع القطاع الخاص إلى العمل، وهذا أمر ضروري لكي يستمر هذا التحاور. وأحداث الأمس واليوم شددت على أهمية هذا التحاور، وكيف أن يمكنكم أن تسهموا في هذا في إحداث هذا التغير الذي ينتظرنا. أشكرك.
نائبة وزير خارجية الولايات المتحدة، والكلمة الآن لرئيس جمهورية كوسوفو السيد يهيغا، وإنكم اعتمدتم أفكار ابتكارية لمعالجة هذه المسألة، هي ظاهرة عالمية ولا بد التصدي إليها من خلال وسائل عالمية. الكلمة لرئيسة جمهورية كوسوفو. أشكركم على توجيه الدعوة إلي وإلى دعوتي إلى الانضمام إلى هذه المجموعة التي تناقش مسائل التطرف العنيف الذي يهدد استقرارنا وأمننا، وكما أنه يهدد نمونا بغض النظر عن موقعنا كدولة. وأبدأ ملاحظاتي بذكر ملاحظات الاستقلالية الذي فاه بها جلالة الملك عبد الله الثاني، لأن لكي نهزم العنف والتطرف والإرهاب في العالم نحن بحاجة إلى نهج عالمي قائم على الدبلوماسية والتطور والأمن والقيادة المعنوية. وكيف لنا أن نفعل ذلك؟ أولا يجب أن نعمل في داخل بلداننا، في بلداننا على كل واحد منا أن يلتزم بتعزيز مشروعية دولتنا، وهذه المشروعية تتحقق من خلال الأداء الجيد. فلا يجب فقط أن نضاعف، بل أن نضاعف ثلاث مرات كل الجهود لكي نفسح المجال أمام الابتكار والاستثمارات. ويجب أن نزيل كل العوائق العملية والهيكلية التي تخيف وتبعد المستثمرين. الدولة يجب أن تكون موجودة، ومعاهد ومؤسسات الدولة يجب أن تكون مرئية، ويجب أن تقدم البنى التحتية اللازمة والطاقة والمياه وإدارة المخلفات والرعاية الصحية والتعليم. وبالطبع يجب كذلك أن تتغلب على الفساد والإرهاب. والدولة هي التي يجب أن تتولى القيادة فيما يتعلق بالإصلاحات، ويجب أن تكون سباقة، ويجب في كل مرحلة من اتخاذ المقررات أن تدعو القطاع الخاص لكي تضمن أن هذه الإصلاحات ستعود بالمنفعة على القطاع الخاص كذلك. ويجب أن تكون هنالك مساءلة إزاء المواطنين. المواطنون يجب أن يكونوا جزءا من هذه المرحلة التحولية التي تجتازها الدولة، وعلى المواطنين أن يكونوا جزءا من كل المراحل التي ستقطعها الدولة وكل هذه التدابير التي تعتمدها الدولة، لأننا يجب أن نمتلك هذه السيرورة. وكل ذلك سيساعد على تعزيز الشعور بالأمن والأمان، وهما أساس أي ازدهار في أي دولة. وفيما يتعلق بالإرهاب وبالتطرف، فلن نتمكن من التصدي إليهما إلا من خلال التعامل مع كل هذه القطاعات وكل الشرائح في مجتمعنا، لكي ننهض بشمل الجميع في هذه المسيرة في الحوكمة وفي النمو. ويجب أن تتاح الفرص على أساس متكافئ لجميع المواطنين، أحد لا يجب أن يقصى، أحد لا يجب أن يتم تهميشه، لأن الإقصاء والانفصام هما الأرض الخصبة للتطرف، لأن ذلك يؤدي إلى تفجير المظالم. وإن سيرة دولنا هي سيرة الذين يتوقون إلى مستقبل أفضل لأنفسهم، لأسرهم ولدولهم. ولا يجب أن نسمح للمتطرف أو للقوى المظلمة وللإرهاب أن يختطفوا هذه الرؤية التي نتوق إليها من أجل التقدم، من أجل المضي قدما، من أجل النمو في بلداننا ولنمو مواطنينا. بهذه الطريقة فقط سنتمكن من تمكين أفراد بلداننا، وأن نمكن القادة لكي لا نسمح لشبابنا من بنات وشباب أن ينضموا إلى هذه الثقافة الإرهابية.
وكذلك الساحة الدولية، وهذا النوع من التظاهرات الذي يدل على أننا بحاجة إلى المزيد من التحاور، المزيد من التعاون، والمزيد من لم الشمل، مما يؤدي بي إلى النقطة الثانية. إننا ندرك تمام الإدراك أن حدودنا لا تغدو آمنة وحواجز آمنة، فإننا معرضون إلى نفس التحديات الأمنية أينما أتت منها. الجانب الذين ينضمون إلى داعش ولهم عقائد منحرفة وأموال طائلة، وعلينا نحن دول مثل دولتي التي تتوق إلى التعدد في الثقافات وفي الأعراق لمناهضة هذه الرواية، وعلى القادة الدينيين أن يسلبونهم من التفسير المغلوط للدين الذين يتعذر به كتبرير للجوء إلى العنف والقوة، ولا بد لنا أن نرفض ذلك وأن ننبذه تماما. وكلنا أينما كنا في العالم علينا أن نبرهن عن التزامنا للتصدي إلى هذه الظاهرة. يجب أن نستأصل هذا التطرف بتضافر الجهود، بالتعاون، بالتنسيق في إطار من الدبلوماسية، بل كذلك في إطار من التعاون من أجل استتباب الأمن. وعلينا جميعا أن نفسح مجالا حول الطاولة لكي يجد كل واحد منا مقعدا له. ولقد وجدت في مجتمعي وفي بلدي حيث أننا نمر بنفس مرحلة الانتقالية منذ عقدين وثلاثة عقود، فإنني سألخذ ذلك وهذا ينطوي على ثلاث مراحل. انتقلنا من الحرب إلى حالة من الحرب، من ديكتاتورية وقمع نحو دولة قائمة على الديمقراطية، ومن اقتصاد كانت تسيطر عليه الدولة إلى اقتصاد حر. كل ذلك يتطلب وقتا طويلا وجهود عديدة والكثير من الالتزام، ليس فحسب من قبل القيادة بل كذلك من المواطنين المتلقين لكل نتائج هذه الجهود. فإن لا أحد في أوروبا كان بمنأى عن هذه الظاهرة، وخاصة في بلدي فإننا لدينا ثلاث جبهات نعمل عليها. أولا سيادة القانون، قوى شرطة وقوى استخبارات تعمل، مما يعني أننا نتمكن من اعتقال ثلثي المناضلين الأجانب الذين يبعثون على الإرهاب بما في ذلك الأئمة. وجبهة ثانية هي جبهة شرعية قانونية. نحن من الدول الأوائل التي بادرت إلى سن قانون يعاقب على 15 عاما في السجن لكل المناضلين الأجانب الذين يلضمون إلى قوى الإرهابية. وثالثا نعمل مع مؤسسات ومبادرات من محلية إلى دولية للتصدي إلى بعض العوامل التي تجعل من العناصر هؤلاء أن ينضموا إلى هذه الظاهرة. أشكرك سيدتي على مشاطرتنا هذه الأفكار، وأعتقد أن ثمة دروس يمكننا أن نتلقنها. بدأنا بالعراق ونعود إلى جبهة النضال والكلمة لنائب رئيس وزراء العراق. ما هي آراؤكم؟ تفضل سيدي. السيدات والسادة الحضور، بداية أود أن أقول أنه الإرهاب معروف لدينا جميعا أنه آفة ليست محلية، وإنما آفة ستنتشر، وإن انتشرت لا سمح الله فإنها ستهدد الأمن والاستقرار في المجتمع الدولي بشكل عام. ولذلك هذه الآفة يجب أن تكافح من كل المجتمع الدولي وليس من مجتمع محدد بعينه. ولذلك لا يمكن أن نتوقع أن العراق لوحده أو
لبنان لوحده أو أي بلد عربي آخر أو بلد ثاني ممكن أن يقاوم الإرهاب لوحده بدون مساعدة المجتمع الدولي. الإرهاب ليس بالعدد الذي قوته، لا تعتمد على العدد الذي ينظمه الإرهابيون لمجموعة معينة وكان تكون داعش مثلا، وإنما بالحصانة الموجودة لدى المجتمعات. إذا كانت هذه المجتمعات محصنة ضد الإرهاب فإن دخول الإرهاب في هذه البلدان سيكون أكثر صعوبة مما يدخل كما نراه اليوم. ولذلك فإن العدل وعدم إقصاء الآخر وعدم تجاهل الآخر وتحقيق عملية سياسية يشترك فيها الجميع في البلد قضية أساسية لمنع تدخل ودخول الإرهاب في هذه المناطق. ونحن من تجربة نقول لكم أن بلدنا لو كان محصن بشكل جيد ولو كانت العدالة موجودة ولو كانت العملية السياسية قد بنيت بناء سليم ولو أن المتظاهرين الذين تظاهروا لمدة عام ونصف يطالبون بحقوق معينة لم تعطى لهم قد أعطيت لهم في وقته لما حصل ما حصل. الآن حصل الذي حصل، المسؤولية أيها الأخوة والأخوات لا تقع علينا فقط، هناك اليوم ملايين من النازحين، أكثر من 3.5 مليون نازح الآن حصل بسبب النزوح القسري الذي حصل لهم في العراق، وهؤلاء يعانون من أقصى الظروف. اليوم بدأوا يموتون عطشاً وجوعاً بسبب عدم وجود الدعم الدولي لهؤلاء. ولذلك أناشد من خلال هذا المؤتمر وأحذر أن هناك مأساة إنسانية حقيقية تقع في العراق، على المجتمع الدولي أن يبادر وبشكل فوري لمساعدة هؤلاء الملايين الذين لا ذنب لهم إلا لأنهم تصدوا لداعش أو لأنهم أصبحوا لقمة سائقة بيد داعش، لأنك هناك تخاذل إما من قوة عسكرية معينة في داخل البلد أو إهمال من الدول المجاورة أو من المجتمع الدولي لما يحصل في العراق. الذي حصل في العراق لا يتحمل العراق مسؤوليته فقط، وإنما دول المنطقة كلها تتحمل مسؤوليته. وإن لم تقف دول المنطقة مع العراق اليوم فكلها ستتضرر بهذه الآفة التي بدأت تنتشر في العراق بشكل سريع. اليوم الأنبار سقطت، والأنبار لها رمزية خاصة، والموصل قبلها سقطت ولها رمزيتها أيضا، ولكن الأنبار تمثل ثلث مساحة العراق، واليوم داعش يتقدم فيها، والعراق يحتاج إلى السلاح ولا يوجد من يسلح، والنازحون يعانون ولا يوجد من يقف مع النازحين، بالرغم من أن هناك ملايين من الدولارات تصرف هنا وهناك، وهناك ملايين من البشر يموتون جوعا في بلد ضحى وقدم من أجل هذه الأمة والأمة تتفرج عليه. مطلوب من الدول العربية بالذات وخاصة الدول الغنية أن تبادر فورا، ومطلوب من المنطقة أن تبادر بشكل أساسي لمعاونة العراق في هذه الأزمة عسكريا، ثم وضع استراتيجية واضحة للمنطقة ككل لكيفية التخلص من داعش ومن الإرهاب بشكل أعم. لا أريد أن أطيل إخواني، ولكن أقول أن هذا البلد تعرض ويتعرض بسبب عدوان خارجي حصل عليه، دمرت بناه التحتية، واليوم يتعرض إلى آفة أخرى أيضا جاءته من الخارج. لم يأتي الإرهاب من داخل العراق بل جاءه من خارج العراق، ولذلك هي مسؤولية الجميع اليوم في الوقوف مع هذا البلد لكي يعاونوا في كيفية الوقوف على قدميه مرة أخرى. إن قلقنا اليوم هو ليس فقط من داعش وتقدم داعش، وإنما قلقنا عن ماذا سيحصل بعد داعش. هل هناك تغييرات ديموغرافية ستحصل؟ هل هناك شط طائفي سيحصل؟ كل هذا الأمر نستطيع أن نخفض إذا ما بادرنا بشكل سريع لمعالجة هذا الموقف، وإلا فإن المزيد
من إطالة هذه المعركة يعني المزيد من التدمير للمدن العراقية وللبنى التحتية، وبالتالي مزيد من الفقر والمعاناة، وأيضا مزيد من التداخلات الاجتماعية التي قد تقود لا سامح الله إلى احتراب داخلي بسبب الاختلافات والشد الذي قد يحصل بسبب هذه المعارك التي تحصل هناك، وبسبب التدخلات الخارجية التي تفرض أجندات معينة على هذا البلد. بارك الله بكم. Thank you very much, Prime Minister Al-Muttaq. I think this is a شكرا جزيلا سيد نائب رئيس الوزراء العراقي. أعتقد فعلا ثمت الكثير من الخطوات التي ينبغي القيام بها فورا، وتلك التي ينبغي القيام بها على الأجل الطويل، ولا يمكن أن نختار بين هذه أو تلك. وبالتالي لربما من يعلق بين الحضور المتحدثين الكرام، كيف نحرص أن ما نقوم به اليوم يعود بتبعات بناء على الأجل الطويل؟ السيد بكر، أعتقد أنه من الأهم بمكان الانتقال من منظور عدسة الأمن المجرد إلى الحديث عن منظور الصحة العامة بشكل عام، هكذا يقول سيد بخيت. وبالتالي مع كل حرب، مع كل ضربة مشتركة، مع كل إرهابي يقتل يولد ماء آخرون. ويمكن أن تلعب المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص دورا حيويا مفصليا، ويمكن أن نسد الثغرات التي تعجز عنها الحكومات. ولعل أسوق نقطة هنا، على الحكومات لا سيما في العالم العربي، عليها أن تشرك القطاع الخاص والمجتمع المدني في العملية. ثم احتكار لهذه الأنشطة في العالم العربي من لدن الحكومات والأجهزة الاستخبارية، ونقول لهم نحن إلى جانبكم، نحن لسنا أعدائكم، وإلا لن يستطيعوا أن يسردوا أو يؤلفوا الرواية التي تصف البلد. فالمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية هي التي سوف تساهم في تصميم أو تأليف هذه الحكاية. أعلنت الأردن عن رؤية 2025، لكن أين هي السيرة الذاتية الوطنية لهذه الرؤية؟ ووفق استطلاعات رأي أجريت أخيرا، قالت أن كل هذه المجموعات المتطرفة من القاعدة وداعش تمثل آراء متطرفة، ولكن وفق التقديرات الدولية ثمت حوالي ما بين 2500 و 3000 مقاتل انضموا إلى داعش. لما لا نأخذ مثل هذا الهدف، أن نخفض الرقم من 7% إلى 1%؟ لما لا نخفض من 3000 أو 1500 إلى 500 عنصر انضموا للقاعدة؟ لما لا تدرج هذه الأمور في الرؤية؟ فقط لأننا قمنا باستبعاد المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. سوف أقول شيئا لربما يمنعني من الحديث أمامكم ثانية. إنه فعلا من المؤلم بل والمحزن، وما يفطر بالنسبة لي ويفطر قلبي. كنا نحضر حفل إفطار اليوم مع وجود الكثير من الجهات، وفعلا من المؤلم بالنسبة لي أن الأمر تطلب تدخل عقد منتدى الاقتصاد العالمي كي تتاح لي فرصة الحديث مع أولئك الوزراء. ما الذي يحول دون خوضنا في حديث مباشر؟ ودائما يتحدث عن الحوكمة والإدارة الرشيدة ويستغرق الأمر أجيالا ودهورا، لكننا لم نبذل شيئا خلال 20 عاما الماضية. فتكلفة الإحجام عن القيام بأمر ما هي نشوء شيء اسمه داعش. وشكرا. سوف أفتح المجال لتلقي بعض الأسئلة، لأنه لم يتبقى لدينا الكثير، ولكن أعتقد أن هناك سؤال ملح. أنا مدير تنفيذي مسؤول في قطاع الأعمال، أود أن أساعد، ولكن ما الذي عساي أفعله؟ الأمر معقد، وما سأقوم به قد لا يعود بالنتيجة المطلوبة، لكن ما هي الإجابة؟ سيد جعفر، لو تحلينا بهذه الذهنية، ألا وهي ذهنية أنك تريد أن تساعد، فتلك بداية وبها ونعمت، بداية جيدة. أنا
كما يحدث في الكثير من الفرق الموسيقية، وهناك الكثير من الأمور التي تحدث ليس فقط منطقتنا ومناطق الأخرى، ولسنا مضطرين لاختراع كل العجلة كما يقال ونبدأ من الصفر أن نرى ما هي الفرق الموسيقية الموجودة. أنت قلت أنك حضرت في ألبانيا مؤتمر مشابه، وثمت مؤتمرات في الشرق الأوسط ونيويورك. دعونا ننسق هذه الجهود ونجعلها تتراصف سوية بحيث نحل مشاكل الخاصة بكل بلد. فالقضايا الخاصة بالعراق سوف تكون خاصة بالعراق، وعلى أن نتوصل لفهم شامل لتلك المشاكل والقضايا، ومن ثم حين نحمل الشركات العراقية على المشاركة وعلى أساس إقليمي نتحلى بحس الملكية لهذه المشاريع. أنت كما قلت لا يمكنكم القيام بذلك وحدكم، لكن علينا أن نبذل ما بوسعنا، لأننا أهل مكة أدرى بشعابها، وبوسع الآخرين يعطونا بعض الإرشادات أو بعض الموارد، ولكن علينا أن نقوم بجل العمل المطلوب. وأعتقد أنه بعد انتهاء هذا الاجتماع لربما من المجدي أن نعقد اجتماعا أو ورشة عمل لائتلاف الراغبين والقادرين، ونتحدث ليوم أو يومين ونرى ما الذي يمكننا أن نقدمه. علينا أن نحتفظ بالزخم، لا أن نعود للمنزل و نجلس دون أن نفعل شيئا، أو بل أن نطرح على الطاولة شيء مفيد لهذا الأمر. إذا كنا بحاجة إلى فرقة موسيقية فنحن بحاجة لقائد لتلك الفرقة الموسيقية. بوسعنا أن نستعين بعدة قادة للفرق الموسيقية. السؤال الأول هنا وثم الثاني هناك. And please questions rather than comments. وأسئلة وليست تعليقات. اسمي راغدة درغة من صحيفة الحياة وهي إحدى مؤسسات بيروت. هل ممكن نسألك باللغة الإنجليزية دكتور مطلق؟ السؤال موجه إلى الدكتور علاء والدكتور مطلق. المشكلة مع ظاهرة داعش واستيلائها على الأنبار وأجزاء كبرى من سوريا هو أمر لما نتوصل إلى فهمه بعد. من هم؟ من يدعمهم؟ ما الذي حدث؟ ولماذا حدث بهذه السرعة؟ هل هم بقايا البعث أم هي قوى خارجية؟ سؤالي هو التالي: هل نفهم أولا من هم ومن يدعمهم؟ ولماذا لا يوجد دعم ومساندة كافية كما ذكرت الدكتور المطلق؟ وهل هم نفس الجهاز أو الجهة في سوريا والعراق؟ وعندما تقول تريد الناس أن يأتوا يساعدوك، أن يساعدوك بالقيام بماذا وضد ما وضد من إن كانوا جزءا من مجتمعنا؟ أعتقد أن نأخذ جولة من الأسئلة ثم نتيح المجال للإجابة. لو الخطيب من العراق: نحن نشهد حربا عالمية ثالثة يستخدم فيها السلاح الرئيس هو التطرف أو الراديكالية والأصولية، وهناك ائتلاف أو تحالف دولي من مقاتلين جانب هو داعش، وقبل ذلك القاعدة، والله أعلم ما يحمل لنا المستقبل من نتاج جديد. فالسؤال هو: ألا تعتقد أن الوقت قد حان كي نحاسب البلدان على أدبياتها المنشورة ومناهجها التربوية التي تعلمها لأطفالها؟ لأنك لو دققت في تلك المادة سوف تجد الكثير من المواد التي تحض على التطرف والأصولية، والتي تضخ بالتالي أجيالا جديدة لإنتاج جيل جديد من القتلة. شكرا. سؤال من الأخ هنا. Standing there. Thank you so much. شكرا جزيلا. سامر مبارك من جامعة بغداد. أوجه سؤالي إلى السيدين علاوي والمطلق باللغة العربية. كي تصلكم باللغة السليمة بسبب أنني لا أجيد الإنجليزية. ممنونين من حضوركم ومشاركتكم الفاعلة في هذا المنتدى العالمي. سؤال يطرح نفسه طرح خلال الأيام السابقة من خلال مشاركتنا في عدد من المناقشات، موضوع الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. والكل يعرف أنه في العراق الناتج المحلي خلال الفترة السابقة
كان في تنازل كبير، يعني في انحدار كبير حقيقة، قد يزيد بنسبة كبيرة عن 90% من الأشياء اللي تستخدم في العراق هي أشياء مستوردة، لا يوجد ما هو منتج في داخل البلد، وهذا ما يؤثر سلبا على قلة الوظائف داخل البلد، وبنفس الوقت سحب العملة إلى خارج البلد، سحب العملة الصعبة إلى خارج البلد. السؤال اللي يطرح نفسه، ما هي الاستراتيجية التي وضعت في مجال التعامل مع القطاع الخاص ورسم خطة مستقبلية في اشراكه في مشاريع تخص القطاع المختلط؟ شكرا جزيلا. Unfortunately, we have only time for one more question. A lot of people like. لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت لطرح أسئلة إضافية إلا لسؤال واحد. تفضلي السيدة هناك التي رفعت يدها. أنا ياسمين شحاتة. سؤالي موجه لممثلي الحكومات. الجلوس على المنصة. دوما هناك مشاكل الظلم والقمع والاحتلال، وما الذي يقوم به مسؤولو الحكومات للتصدي للأسباب الجذرية التي حملت أولئك الأشخاص على الانجذاب للانضمام تلك الجماعات؟ أشكرك على هذا السؤال. بقيت لدينا 5 دقائق بالضبط، يعني 50 ثانية لكل مشارك، فانتقي السؤال الذي تعتقد أنه أكثر أهمية. نبدأ بنائب الرئيس علاوي. بصراحة التطرف بدأ منذ بدء الخليقة، ومنذ التاريخ القديم، ولن يتوقف بل سوف يستمر، لكن المهم هو كيفية الحد منه والسيطرة على التطرف. وأعتقد أنه ثمة مجالات عديدة ينبغي علينا النظر إليها والبحث فيها، ولكن عندما نتحدث عن المرحلة الحرجة الآن فلا بد أن نتحدث عن تحقيق النصر على الأزمة الحالية وسبب القلاقل في المنطقة، ليس فقط من خلال ضمان تراجع داعش بل التخلص منها جملة وتفصيلا. وبالتالي صدقوني، في العراق فإن سبب ما نشهده الآن هو دمار وتفكيك الدولة، ليس فقط الإطاحة بصدام حسين، بل الدولة، دولة العراق تم تفكيكها بعد احتلال العراق، ومن ثم وضع العراق ضمن إطار من الطائفية لا زال يؤثر على المجتمع ويفت من عضده وينخر بجسده، ولا يمكننا أن ننجز ما هو مطلوب إلا إذا سرنا على مسار المصالحة الفعلية. أما باقي النقاشات حول كيفية إنجاز ذلك وما الذي ينبغي علينا القيام به وكيفية القيام بذلك يستدعي التوصل إلى فهم لمختلف البلدان المتحالفة ضد التطرف، ولكن علينا أن نفكر بتفاصيل الاستراتيجيات وأن نعمل على أساسها والتوصل إليها. بقي 3 دقائق. الرئيس أياغا، هل تودين ذكر شيء ولو شيء واحد؟ نعم، لأنني كنت أكتب ملاحظة. على أي حال، بالنسبة للنقطة التي طرحت من منظور المؤسسات الحكومة، علينا أن نتعامل مع شمول الجميع وأن نستبعد مسألة الإقصاء، ويمكن أن نتحدث من وحي خبرتنا وتجربتنا، لأن بلدي مرت بعملية تحول ومراحل انتقالية مستمرة خلال العقدين الماضيين أو الثلاثة الماضية أو العقود الثلاثة الماضية. أعتقد بدأنا النقاش حينها بالحديث عن المشاركة في تحمل المسؤولية، وتوصلنا إلى أنه لا بد من تقاسم النجاح أيضا ونتائجه، وبالتالي فلا داعي للاستمرار بتنظيم المؤتمرات وحسب، بل علينا التحرك والقيام بأمر ما بغض النظر عن مكان تواجدنا، وعلى أن يكون هناك واجبات
والتزامات مشتركة، وأن نتعامل ونتعاون مع بعضنا البعض، وأن ننأى بأنفسنا عن الخلافات السياسية مع الآخرين، لأننا لدينا الكثير من الخلافات السياسية مع بلدان أخرى في منطقتنا. وعندما نتحدث عن سلامة وأمن مواطنينا فعلينا أن ننحي ذلك جانبا كي نقدم الأساسيات لمواطنينا. علينا أن نمضي قدما. فكرة أخيرة نائب رئيس الوزراء، إجابة السؤال عن هوية داعش، من هم ومن يدعمهم أو يرعاهم؟ يا ليت لو تسنى لنا أن نعرف من يرعى داعش ويدعمها. الدكتور عمرو موسى أكد على هذا الأمر بالأمس، وأنا لدي نفس القلق. من هم؟ من يدعمهم؟ من يساندهم؟ ما هي الأهداف في المرحلة اللاحقة وما بعد داعش؟ ما الذي يريدونه لهذه المنطقة؟ ما الذي يريدونه من العراق؟ هل ستكون المنطقة متحدة كما هي الحال الآن؟ هل ستبقى البلدان على حالها كما هي عليه الآن؟ أم نرى شيئا آخر؟ أقول أن واحد من الثلاثة المتبقين يتطوع إذا كانت لديه أكثر جملة مثيرة اهتمام. أنا أتبرع بوقتي لزميلتي. أقول أنه في قمة البيت الأبيض ردا على سؤال الحوكمة، فالأمين العام المتحدة بان كي مون ذكر نقطة جد هامة. قال أولا أن الحكومات جد مسؤولة، وينبغي أن تتوخى الحذر من ألا تتسبب ردها على الإرهاب بإلحاق الأذى والضرر بالآخرين. وكذلك فإن طريقة اطلاع الحكومات بمهام الحكم لديها سوف تؤثر على النتائج، وبالتالي هذا له علاقة بالسؤال المتعلق بالأسباب الجذرية. وأعتقد أن المجالات الرئيسة التي يمكن من خلالها القطاع الخاص و المجتمع المدني أن يتقاسما مصالح تتعلق بالحوكمة، ألا وهي مجال محاربة الفساد. وبالتالي هذه قد تكون هذا مجال يصلح للتعاون بين هذين القطاعين، أي مبادرات مكافحة الفساد. أعتذر لمن لم يتسنى لهم أن يقول ذلك، إن نحن منظمة مقرنا في سويسرا ونتعامل مع دقة الوقت بجدية. طبعا لن تنتهي هذه المحادثة، ولكن الأنباء غير السارة أن أعمال المنتدى انتهت، ولكن سوف يستمر هذا الحديث وخلال أشهر والأيام القادمة، لأن عبارة عن مساهمات تستدعي مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين. أشكركم جزيل الشكر، وسوف تكون نقطة لقاءنا القادمة أو إحداها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونصفق للحضور الكرام.